وسط حضور جماهيري كبير امتلأت به مدرجات استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، التقى فريق الأهلي بشقيقه الهلال في مباراة مؤجلة من المرحلة 28 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين. الشوط الأول كان مثيرا للغاية وشهد العديد من الفرص للطرفين، حيث بدأ الهلال بشن غارات هجومية وتنفيذ أكثر من محاولة عبر روبن نيفيز الذي هدد المرمى الأهلاوي بتسديدة انتهت بجوار القائم الأيمن، ثم عرضية أمام المرمى الأهلاوي تمر أمام الجميع إلى أن وصلت لميشيل الذي سدد يتصدى لها مندي، ليأتي الرد من رياض محرز بكرة توغل بها في 18 وسدد في القائم الأيسر، لتعود مباشرة لميشيل الذي ينفرد ويسدد كرة سهلة يتمكن مندي من الإمساك بها. الهجمات المتبادلة بين الفريقين تستمر، وعرضية من سافيتش تمر أمام المرمى دون أن تستثمر كما يجب، وعرضية مماثلة من ماكسيمان لم يتمكن فراس البريكان من إيداعها في المرمى الهلالي، ومن تسديدة لماكسيمان يتصدى لها ياسين بونو لتجد البريكان وبمتابعة رائعة يسدد في الشباك هدفا أهلاويا أشعل المدرجات الخضراء. من يحضر في الديربي لن يغيب عن الكلاسيكو، لن يغيب عن الكلاسيكو. بعد الهدف حاول الهلال العودة للمباراة وضغط على الجهة الأهلاوية اليسرى، سافيتش يسدد كرة في 18 ترتطم بعبد الباسط هندي وتتحول لضربة زاوية، وسجل البريكان هدفا ثانيا للأهلي بعد تمريرة من رياض محرز، ولكن راية الحكم المساعد تلغي الهدف بداعي التسلل، وكاد ماكسيمان أن يعزز تقدم الأهلي بهدف آخر في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط بعد حالة انفراد كان لياسين بونو كلمة الفصل فيها وأنقذ الموقف بكل اقتدار. في الدقائق الأولى من الشوط الثاني تمكن الهلال من تعديل النتيجة بعد أن أبدع مالكوم في الجهة اليسرى وأرسل عرضية عالجها متروفيتش برأسية عانقت الشباك الأهلاوية. إلا من يعني لك الكثير وإنه يعني لهم الكثير افتقدوك في أيام الفوز. بعد الهدف كان الهلال هو الأكثر خطورة وتهيأت له أكثر من فرصة يمكن أن تزور الشباك الخضراء ككرة ميشيل لمالكوم التي انتهت لخارج المرمى، أو عرضية ياسر الشهراني في الجهة اليسرى التي لم تستغل بالشكل المطلوب، وخلال دقيقة واحدة فقط أهدر فيرمينيو فرصتين للوصول للشباك الهلالية عبر تسديدتين كانت نهايتهما خارج المرمى الأزرق، ومن كرة في منتصف الملعب ينطلق مالكوم متجاوزا الجميع ليواجه مندي ويسدد في الشباك هدفا هلاليا ثانيا. مالكوم مستحيل يا مالكوم، الدوري يحسم بهدف بهذه الصورة، القمة المؤجلة، القمة المؤجلة، والحسم لا يمكن تأجيله أكثر. يستمر اللعب سجالا بين الطرفين وسط محاولات هلالية للمحافظة على التقدم وأهلاوية لتعديل النتيجة، إلى أن أطلق حكم المباراة الأسباني ريكاردو دي بيرغوس صافرته معلنا نهايتها بفوز الهلال بهدفين لهدف، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأزرق للنقطة 86 في الصدارة، فيما بقي الأهلي في المركز الثالث ب 55 نقطة.